بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأوفياء، أيها المخلصين، أيها الشعب الكريم. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. طبعا الشهداء شهداء البحرين، ونحن نتضامن مع عائلة الشهيد صادق الوعد. فعلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنا حبيت أشارككم أخوتي، وحبيت أنقل إليكم من رموزنا الأوفياء داخل السجن. أنا تشرفت بمكالمة من أحد الرموز الأوفياء، وكان يبلغ شعب البحرين الوفي، تكلمت معه شخصيا، كان يبلغكم السلام. ونحن نقول لهم جميعهم الأوفياء، أيها الأوفياء المخلصين، أيها الأبرياء داخل السجون، شعب البحرين ما زال حاضر. بالنسبة إلى صادق الوعد الشهيد الغالي، أعتقد أنا في يوم من الأيام التقيت بهذا الشاب البطل المناضل. أنا طبعا من كثر من أبناء البحرين الشباب من يعني يقبلني ويقول لي تمنى ما في قلبي، بس أنا أتذكر بعض الوجوه اللي مرت علي. فهذا الشهيد من أحد أبناء البحرين اللي تشرفت بلقاء أنا في أحد المسيرات، وقبلني على جبهتي وجزاه الله خير. وطبعا أنا أبلغك يا والد الشهيد أن ابنك مع أبنائنا ضيوف مع أنصار الإمام الحسين. وفعلا احنا صحيح فراقهم عزيز علينا، ما زلنا نتذكر هذه الأبطال، لكن ننظر إلى مصير هذا الشعب وتقرير مصيره. هؤلاء جيل المستقبل، أبناؤنا، أمانة في أعناقنا. ونقول لهذه السلطة شعب البحرين لن يتراجع، وأنتم ما زلتم على عنادكم، ونحن نقول لكم هذه البلد بلدنا وتقرير مصير أبنائنا، ونحن ندافع عن ديننا وعرضنا وكرامتنا، لن نتراجع هذه المرة مهما تكن التضحيات. نحن مستعدين، نحن شعب أبي، نحن شعب مقاوم، نحن لن نتنازل على كرامتنا وعزتنا وديننا وأعراضنا. كفى، ما فعلتم بنا لن نتناساه، والله هو وحده هو الحكم بيننا وبينكم، وسينصر هذا الشعب المظلوم. فعلا أيها الشعب الوفي، أنتم ما زلتم جميع الناس تتحدث عن بطولات هذا الشعب. الأبي المسالم الوفي المخلص إلى الأمام. أنا طبعا حزين في هذا المصاب وفي هذه الجلسة، لكن فراقهم عزيز علينا. فعلا هؤلاء من خلاصة هذا الشعب الذي ضحينا بدماءهم، لن نتراجع عن دماءهم ولن نتنازل عن كرامتنا. وإلى الأمام أيها الشعب المخلص الوفي، وما زلت أقول لكم إن الرموز ما زالوا في السجون، والأبرياء ما زالوا في السجون يذكرونكم بخير ويسلمون عليكم جميعا فردا فردا، نساء ورجال. أيها الشعب الكريم، فعلا تحياتي إليكم من القلب، من أخوكم وخادمكم والد الشهيد محمود أبو تاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.